السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله قلنا نعاودوا لكم واحد الجوله عاوتاني في القطب المالي. الله يسعد كاملين دابا راني حفرهم باش يصايبون تاعهم. كما تشوفوا راه القطب المالي غادي وتي هادي شي هذاك الشيء تيتقاد وشي بلايص اخرين، يعني بحال هاد الاعلاليه انت هي غادي يديروا فيها شي مشروع. خاصني نمشي من هما الراجلين، مكانش ليا ندور هنا، قاعد شويه صعيب. هذا راه هو هذاك المول، ارينا مول اللي كاين في القطب المالك. شوف الباص واي، حتى توصل الباص واي منه. بسم الله. هاد الشيء هنا راه كبير، هاد الشيء هاد المول هاد، ولكن عمري ما دخلت ليه. يعني هنا تيبان زين هذاك الشيء، تبارك الله زوين. والطريق نفسها هي اللي تدي دي الولفة ودي تشوفوا هاد المشاريع يلا بداو فيهم كازا انفا نزيدو ليها. هادشي في اخر فيديو اللي تصورت لكم ما كانش هادشي تيتبنى، يلا بدا بها. هادشي اللي على اليمين واحد شويه على الاخر راهي انفا بارك، ولكن حنا ندورو على اليمين ديالنا. شوفو هنا غادي ندورو هنا، مغاديش نوقفو في الصباح باش نرجع عاوتاني نوريوكم هادشي لي هنا.
هنا راه كاينين واحد الجردة هنايا يعني وسط هاد البنايات، كاينين شي جراد يفتحوهم الترامواي جاي. هذا تيجي من عندي، الجردة اللي كنت قلت لكم هي هذه اللي اونفاس معانا، هي اللي واحد الجردة يعني صغيرة ولكن زوانة صراحة. هذه هي هذيك الجردة، غادي نكمل لكم هنا ان شاء الله، نكمل لكم في هذه الجردة نمشي شالية نوري لكم كي نديرها. هنا درا مشاريع اخرين، هنا هادي راه البنكة ديال الشركة العامة، راه يلاه تيبنيو فيها. هاديك الأخرى، الأخرى تكون شي مدرسة، هادي شي مدرسة، سميتها ماي واي، يعني طريقي، غادي تكون ضروري مدرسة، ولا تكون شي سونتر. نقدر تكون شريكة عاوتاني الله أعلم. المهم هذا هو الأخر ديال الفيديو ديالنا، ما تنسوش واحد لايك وسبسكرايب والله يعاونكم.